السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم انسألت هواي أسئلة من قبل الأخوة الباحثين طلبة الدراسات العليا والمهتمين بمجال البرامج السوفت وير، انه احنا نحتاج من عندش محاضرة مثل ما نسميها توتوريال. راح اقسم انا الموضوع على عدة محاضرات، بس راح نستخدم هالمرة نفس الهيك ريزرفوار سيموليشن ضمن الباكج الخاص بالهيك ريزرفوار سيموليشن الفيرجن 3.3. هذا احدث فيرجن نازل تلقونه بالموقع اللوكيشن الاصلي. خلي اشوف لكم اياه. هو هذا العفو، Okay, هذا let's continue with احدث the. العفو هذا ملاقي في هذا الهيك ريزرفوار سيموليشن 3.3 موجود داونلود، لكن يتحمل سبورت اوبريتنج سيستم الويندوز 10 والنظام مال حاسبتك 64 بت اونلي. وانا كل المحاضرات اللي شرحتها مسبقا كانت على هيك ريزرفوار 3.1 64، هن نفس الشيء ما تفرق، لكن احنا حبينا يعني انه من طلبه من عند المحاضره كامله، وبالمناسبه تنزيله كل السهل منها، بس تقول له داونلود يتحمل بسهوله، لا لايسنز لحتاج ولا هاي السوالف. فان شاء الله اليوم راح ننصبه بشكل بسيط ونشتغل عليه، نسوي عليه محاضره كامله على الووتر شيت سيت اب الى ان نوصل مرحله الكونفيجريشن بي. تمام عيني. هسه نروح للبرنامج، قلت لكم من هنا تروحون تقولون داونلود بسهوله. هذا الموقع الاصلي تركت لكم اياه ايضا موجود تلقونه بالهذا، وهم راح اترك لكم اياه ايضا بهاي المحاضره، ماكو مشكله تلقونه بصندوق الوصف. اوكي عيني، حتى تكون المحاضره شامله. فانا حملته وموجود هياته، خزنت الملف الخاص بي ضمن الاف بالبروجرام. هذا هو اللي اسمه هيك ريزرفوار سيموليشن 3.3 سيت اب. فهسه راح انصبه امامكم بسهوله، ينزل بهذا الشكل. هذا اللي قبله منصب هو 3.1. يس هاي عملية التنصيب مالته كل السهلة، ما يحتاج هواي تعقيد. فخاف هذا يصير الفيديو طويل، هو مجرد حتى يشرح توتوريال كامل. انا صراحة هاي البرامج انا اعتبرها مظلومة جدا، وما عندها اي شرح ودعم باللغة العربية من قبل باحثينا. هذا البرنامج احنا سبق وسولفنا عنه، قلنا انه يهتم بالريزرفوار اوبريشن. هسه نقول له نيكست 3.3. هسه تقول له اي اجري، نعم انا اوافق. Next, 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 install. راح يسوي لك تنصيب. هاي البرنامج يشتغل ضمن ال reservoir operation بالكامل. هسه أجي شو أسوي بين ما يتنصب البرنامج؟ أنا راح أشتغل وأكمل كل عملي عليه. راح أروح أفتح لي ملف يعني أخزن به كل الشغل اللي راح أشتغله. فوين راح أخليه بدي؟ أنا بدي أحتاجه صراحة هنا راح أسوي عادي تلقائياً طبيعياً، أسوي فولدر نيو، أقول له هيك reservoir simulation. هيك H E C underscore reservoir R E S simulation work R K S، يعني عمل هيك reservoir simulation. تمام، سويت لي فولدر هنا سميته بهذا الاسم. هذا الفولدر ايضا نفس الوقت شنو راح اسوي؟ اروح على ماني يمكن هنا خزنت. ها تروح تفتح ال ال ال, ال, ال الجي اي اس مالتك، احنا سبق وسولفناهم بالمحاضرات السابقه. انت تحتاج الريتش مالتك مال النهر اللي راح تشتغل عليه كشيب فايل، اوكي يعني، وتحتاج اذا تريد مثلا الووتر شيت مالتك لمنطقه الدراسه ايضا تشتغل عليها كشيب فايل، وايضا تحتاج مثلا يعني اللايك البحيره غيرها. هاي منين تحضرهن؟ تحضرهن من الجي اي اس. تمام، تروح للجي اي اس تحضرهن تخزنهن كشيب فايل. فانا صراحه حضرتهن كلهن اللي هي هنا ضمن البيبر، اتوقع ضمن بيبر 5 سميت هذا، سميت شيب فايلات النهر والبحيره ومنطقه الدراسه. راح اخذ له كوبي وايضا اخليه هنا مو ضمن البيبر، برا البيبر هنا اللي هو ضمن الهيك ريزرفوار سيموليشن وورك. تمام، هذا هو بيست، هذا هو انشأته. هذا يفيدني احد يسألني هاي الملفات اللي بداخله منين جبتيها كلها؟ من الجي اي اس.
شيء بفايل منطقة الدراسة اللي هو شلون احنا نقول الووتر شيد مال منطقة الدراسة، لكن خزنتها كشيء بفايل، لان برنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن يشتغل على الشيب فايلات الريتش نهر منطقة الدراسة وفرته، لكن خزنته كشيب فايل، سويت له اكسبورت تخريج كشيب فايل، البحيرة مال السد اللي انا راح اشتغل عليها خرجتها كشيب فايل. اذا هذا الشغل الاولي بدي احكي بهذا الفولدر هسه مفتوح امامكم، شغل جي اي اس، وانا كله سابقا شارحته ايضا، وتقدر تستعين بتخصص الجي اي اس ايضا يفيدك اذا تريد بهاي المعلومات. هسه تلقائيا ننتظر برنامجنا نشوفه كمل تنصيب او لا. اي نعم فينيش، انتهى البرنامج. هسه تنصب برنامجنا بهذه السهولة، اروح اسوي له ايكون جوا هيك، هذا هو 3.3 ريزرفوار سيموليشن. هسه بنتو تاسك بار راح اخزن لي وحده اخليها بالتاسك بار صندوق يعني بالاسفل حتى يصير هنا اغلق، يعني شو تقصدين بالاسفل؟ هذا لا تلاحظوها بالاسفل موجوده، فتحت وحده حتى يكون سهل ما يعني على الديسكتوب. هسه راح افتح نسخه من عنده. تمام، افتح لي برنامج، خل اغلق هاي. هسه انا بس اريد اشوفكم، فخل اغلقها هاي. فتح البرنامج، البرنامج ينفتح بهذه الواجهه اللي تلاحظون هنا اكو بي ثلاث اوبشنات سابقا سولفنا عنها، الووتر شيد سيت اب، ريزرفوار نتورك، والسيموليشن. احنا اول شيء راح نشتغل على الووتر شيد سيت اب، تمام؟ ومحاضرتنا لهذا اليوم راح تنصل من البدايه من التنصيب الى ان نكمل الووتر شيد سيت اب نسوي له كونفجريشن. اوكي عيني؟ هسه نجي، انا بالبدايه المفروض شنو؟ افتح ووتر شيد خاص بي. بالنص القديم كنا نختار اوبشن، لاحظ هنا شوف هنا نيو ووتر شيد. شوف النسخ القديمة، النسخ القديمة مال البرنامج، النسخ القديمة مال البرنامج شنو؟ ما بها هاي الخاصية من افتح ووتر شيد اللي هي هاي، اقول له اوبن هنا اوبن ووتر شيد، لا نيو راح اسوي، ما بي هذا اللوكيشن، ما بي. فشنو تسوي انت بالنسخ القديمه 3.1 1.1 1.2؟ تروح على وعلمناه بديش المحاضرات، تروح على تول اوبشن تحدد له لوكيشن، تقول له منا شورت كات اد شورت كات، يعني اديت راح تضيف له اديت لللوكيشن، تقول له اد، وتقدر تضيفه في مكان ما، تقول له اد شورت كات، راح يقول لك انطيني النيم وانطيني البروس، تمام؟ اعطيني المكان مالته، راح يضيف لك اياه، تقدر تضيف فيه الاوبشن مالتك، يعني تقدر تسويها منها. واذا انت منصب هاي النسخه 3.3 ما يحتاج، تروح مباشره من تقول له نيو ووتر شيد، اللوكيشن هو راح يوديك منها، تضغط عليه يقول لك انطيني لوكيشن. يعني هاي فد خاصيه جديده محدثينها بالبرنامج، لكن النسخ القديمه اللي راح يشتغل على 3.1 3.2 1.2 1.1 لا، ما بي هاي الخاصيه مال من ادخل هنا واقول له نيو ووتر شيد، ما بي هذا الاوبشن مال اللوكيشن. فشلون اقدر اسوي، شلون احدد اللوكيشن مال الموقع؟ يعني ما يقبل يفتح لك ووتر شيد اذا ما تحدد اللوكيشن، تروح على خيار تول، من تول تروح على اوبشن، من الاوبشن تروح تضيف موقع للعمل مالتك كله. انت ما تريد العمل مالتك، هسه انا راح اضيف العمل مالتي بالدي وسميته هيك ريزرفوار سيموليشن موديل وورك، فتكتب هنا مثلا سميه على اسم السد مالتك او اسم الخزان مالتك، والبروس تضغط على المكان اللي انت تريد تخزن بيه كل عملك، تمام؟ هاي بيمين بالنسخ القديمه تحتاج ترجع لهذا الاوبشن، لكن بالنسخه الحديثه اللي هي 3.3 ما يحتاج ترجع للاوبشن، تلقائيا هو ضايف لك الموقع، فتقول له نيو ووتر شيد، راح نضيف، اعطيني اسمها، راح اسميها حديثه ريزرفوار R E S عفوا R E S P R V O I R reservoir underscore مثلا حديثة reservoir operation O P E R A T I O N تمام. description بكيفك، تنطي تريد ما تنطي، انا راح اسمي بكيفي هيك هايدرو باور، هايدرو باور B O W E R تمام عيني. نجي بين لي سلكت اللوكيشن، اختار اللوكيشن. صراحة أنا بالنسبة إلي راح أخزن العمل مالتي بالدي، قبل شوية قلت لكم أنا راح أسوي ملف أخزن بيه كل عملي من البداية، فأروح للدكتورة سويت هذا قبل شوية قدامكم بين ما كان يتنصب البرنامج، سميته هيك ريزرفوار سيموليشن وورك، فراح أقول له هنا أخزن لي عملي كله، راح يقول لي أوكي.
اوبن، اقول له اوكي راح يغزل لي هنا اليونت شنو راح تشتغل عليها، هل هي وحدات امريكيه يعني المتريك لو الوحدات البريطانيه فوت انش. انا صراحه بالنسبه للمعلومات اللي متوفره عندي عن الخزانه راح اشتغل عليه بالمتريك، فراح اختار الاس اي يونت. بالانجلش تختار الانجلش، بالمناسبه اليونت تقدر تغيرها بعدين نو بروبلم. التايم زون هذا لا، من البدايه تحدد التايم زون، شنو انت ضمن اليو اس تايم زون وضمن الانترناشنال، انترناشنال تايم زون تمام، اللي هو جرينتش جي ام تي. بالنسبه اني كبلدي العراق، انت تعرف لازم تسال شنو التايم زون الخاص بك. احنا بالنسبه جي ام تي بلس 3 وتختار اسيا. هسه انا راح ابحث عن بلس 3 هنا، بلس 3 بس العفو. بلس 3 آسيا بغداد اختار، هاي اوروبا دا يمشي شوية تعب نفسك بيه. تبحث عن التايم زون الخاصة بمنطقة دراستك، هي ضمن حرف الاي آسيا. اي هاي آسيا، خلينا نجي نبحث على كيفنا. آسيا 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 آسيا، يعني بغداد، لأن هو ياخذ العواصم بالمناسبة، ينطيك القارة والعاصمة. بس أني ام كيو كي 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 جي اوصل للبي بغداد اتوقف. وانا الجرينش مالتي بلس 3 بالمناسبة، بيروت وين بغداد، بانكوك هاي بغداد. جي ام تي بلس 3 اسيا بغداد تمام، اختاريت الوضع هالشكل، اقول له ابلاي اوكي. هسه راح اقول له اوكي، راح ينطيك سمري صغير عن الووتر شيد اللي انت سويته، ده يقول لك اسمها حديثه ريزرفوار اوبريشن ديسكريبشن، انت انطيتها هالشكل، اليونت استخدمتها اس اي، التايم زون هالشكل، البيس دايركتوري وين انت راح تخزن كل الامور ضمن هذا الفولدر بالدي كذا هالشي. قايل لك هاي الووتر شيد وهاي ما تقدر تغيرها، يعني اكو بعض الامور ما تقدر تغيرها واكو امور ما تقدر تغيرها، تقول له اوكي تمام. يقول لك اكو امور تقدر تسوي. هسه لاحظ من ضغطنا تفعلت الاوامر كلها، تفعلت الاوامر كلها، هاي اول خطوه تسويها انت تمام. هسه لاحظ عندنا هاي الاوبشنات، هاي الايكونز، تقدر ترجع للمانوال تعرف كل ايكونز شنو شغله شنو عمله، يعني بصوره عامه كفهم مبدئي. هسه تروح نحن نروح لهنا على اديت، نقول له الله اديت، يعني فعل لي الاديت تمام، كل الامور اللي احنا راح نقعد نعدل على كل شيء. نجي على فيو الجريد لاين، هي هات امامك، تقدر تلغي الجريد لاين وتقدر تضيف الجريد لاين اوكي. يعني نجي على الووتر شيت، هاي الكونفيجريشن وخاص بها. هسه احنا شغلنا وين؟ على فيو، على فيو تروح على اليمين، تروح على اللاير، بس قبل ما تروح على اللاير تروح على اديت، تقول له الله اديتنج تمام عيني. بعدين نروح المن لللاير. هسه ورا ما نروح، قبل ما نروح لللاير وهاي الهوسه كلها، احنا هاي مو هسه انشأناها، كمل فتحة الووتر شيد، اروح افتح الموقع الاصلي مالته اللي انشأته بي، وين انا خزنته؟ قلت لكم بدي، وشفتوا قدامكم سوينا الفولدر، يعني اكيد من الفولدر يصير فارغ بالبداية. خلينا نشوف هسه الفولدر من خزننا بيه الووتر شيد انملى شي لا. اوكي خلينا نروح على الهيك ريزرفوار، شوف هذا هو، خلينا نفتحه. اي نعم، شنو اسمه؟ هاي بالله مالكم علاقة، أنا نقلتها بي شيب فايلات. شنو اسمه؟ حديثة ريزرفوار أوبريشن، ندخل عليه. شنو نفتح؟ لاحظ شو تلقى بداخله، تلقى هاي الخيارات الثلاثة، الماب والشيرد والستدي وهاي الورك مالتك مال الحديثة ريزرفوار أوبريشن والستريم ألجمنت أوكي. يعني نجي على الماب، ندخل أول خطوة تلقى الماب فارغة. إيش تحتاج هنا؟ نحتاج شيب فايلات اللي تخص الريتش، اذا هي الريتش اهم شيء. اكو شخص يقول لا انا اريد اضيف الووتر شيد كشيب فايل، هم منين تجيبها؟ تجيبها من الجي اي اس. بالمناسبه انا ليش الامور كلها داش عنها حاليا هنا، تلقوها بالفيديوهات قبل هذا الفيديو بشكل تفصيلي، وحده وحده شارحتها، حتى جي اي اس فاتحه ومعلمتك شلون تسويها، يعني شلون خطوه يعني ستيب باي ستيب.
هالشكل، وكأنه تعليم من الصفر، حتى اللي ما مستخدم وما يعرف للبرنامج بس يتبع الفيديوهات فيديو فيديو راح يتعلم ويصير ان شاء الله بروفيشنال بي. تمام عيني. فسن القلب ماب فارغه، انا احتاج هنا اقول له ماب مين اجيب هين. هسه قبل شوي اللي قلت لكم هذا اللي حضرته اني من الـ من الشيب فايلات، اروح شنو اسوي؟ احددهن كلهن، هذا ما احتاجه صراحه الاول، او اختار كلهن، هذا انا كخزنته بيهن كاز ماب لاير من جي اي اس، قلت حتى انت ما افتحه افتحه. فهسه اسلكهن كلهن، اقول له كنترول اي، سلكتهن كلهن، اختارهن بعد ذلك اقول له كوبي كوبي. من اختاريهن كوبي اروح على البرنامج مالتي على الماب مالته، اضغط هنا اقول له بيست. هاي اول خطوه تسويها. لاحظ هسه النسخه كلها هنا، اغلق البرنامج بعد ما احتاج، ارجع على البرنامج الفاتحته هنا، نرجع على فيو نقول له لاير. من نقول له لاير هسه انا بدي اضيف لاير جديده، الاشياء الموجوده لحد الان هي ستدي وستريم اليجمنت، انا اريد اضيف لاير جديده. من اروح على الماب اضيف، شوف ترى الخيارات الثانيه غير مفعله، فشلون انا اقدر افعلها؟ تروح على اديت، لاحظ هذا خيار اديت، تقول له الاو لاير اديتن، يعني اسمح لي بتعديل الطبقات. شوف هسه تلقاها وضع عليها علامه صح، دائما تشيكها. فهسه نروح على الماب، لاحظ تفعلت الاوبشنات، اروح على اد ماب لاير. هسه مين اروح على اد ماب لاير؟ اروح على الووتر اللي هو ضمن وين بدي، اوكي بالدي وين بالدكتوراه هنا انا خزنته هيك ريزرفوار سيميليشن وورك ضمن الـ يعني هيك ريزرفوار ضمن الماب، هذا المابس. تمام هسه ايش اريد احدد له؟ احدد له اختار لي، ممكن احدد له اختار لي الشيب فايل هنا دا يعطيك الاسم، انا كاتبتهم بالعربي بالمناسبه، بس انت ما تختارن كلهن، تختار هو من يعطيك الخزن هاك يعطيك بعده تصير، اختار اللي مكتوب قدامها اس اتش بي تقصد شيب فايل. هسه انا اول شيء اريد شيب فايل مثلا النهر، شيب فايل الووتر شيد. تمام هاي كشيب فايل، الووتر شيد يقصد بها محددات منطقه الدراسه، ضفتها انضافت خلاص. بعد اضيف اي نعم احتاج، اذا لقيت هاي الخاصيه انغلقت ما تفعلت تروح تقول له الله، شوف هسه لو غلقتها اروح على انغلقت، فش اسوي؟ اتاكد من عندها انطيها الصح، ارجع على الماب اضيف بعد ماب لاير، يا هي الماب مال النهر شيب فايل النهر، تختار يا الصيغه الموجوده اس اتش بي هاي، تقول له اوكي، تقول له اوكي. هسه طاف النهر، هذا النهر صار امامك باللون الاحمر، هسه نغيره. هسه نرجع للفيو لاير انلغت، فارجع للاديت انطيها الله، ممكن اريد اضيف ال 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 احنا نسميها الخاصيه الخاصه العفو، انه انا اقدر اختار اللايك البحيره او اقدر ما اختارها، يعني ما تاثر يعني وجود البحيره او لا، اهم شيء الريتش الاصلي موجود. تمام عيني، فهاي اهم شيء لاني اهم فقرتين ضفتهن. هسه هنا ان شاء الله ماكو مشكله، برا ما ضفت هاي الامور كلها اقدر اروح على وحده وحده ارد اعدلها. يعني مثلا لاحظ هسه خلي اجر لك هاي اللي هنا، تقدر تروح على الاديت مثلا انا هسه ارد اعدل اللاير هاي، مثلا هاي اللاير مثلا الفايل شيب هذا، اما ضغطتين دبل كليك عليه على مو على الديفولت كلر، لا علي هنا أنا. يضغط لك او شو تسوي؟ تضغطها هنا هالشكل تنفتح لك، وتروح على اديت تلقاها متفعله، تقول له بروبرتيز تظهر لك، عندك خيارين، اما تضغط عليها دبل كليك، لاحظ هسه هاي ضغطه وحده ضغطت عليها، روح على اديت اقول له بروبرتيز انفتحت، او اضغط عليها ضغطتين انفتحت. تمام عيني، دا اشرح لك حتى الاشياء البسيطه السمبل جدا 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 حتى تكون واضحه امامك. هسه نجي لهنا نعدل، نعدل مثلا اول شيء الشيب فايل ما اريدها باللون البنفسجي، خلينا نعطيها لون مثلا قريب للون الازرق الفاتح مثلا، اوكي بهذا الشكل. الستايل مثلا اريد انطيها هذا الستايل، اوكي مثلا ابلاي، اوكي ابلاي هذا الشكل. تمام عيني، ارجع مثلا ما اريد هاي البولدرات تظهر، ايضا اضغط عليها الووتر شيب، اروح على بولدر ما انطيها لون هذا، انطيها لون فاتح، وانطيه الستايل ممكن يكون يعني مثلا يعني بقي نفسه، اوكي ابلاي. هسه صار بهذا الشكل، اوكي
تقدر تغير البولدر، تقدر تضيفه، قصدي ولايك يعني شلون، مثل ما نقول انه الشغله راجعه الك ما لها تاثير. احد يسالني يقول اني اريد اريد ما تبين هاي يعني هاي الامور الداخليه اللي شلون يعني ما تاثر صراحه، يعني هي مقسمها لها صب بيزنات. نجي على يعني هي الووتر شيد مقسمها لها صب بيزنات، وهذا النهر الرئيسي. نجي على النهر ايضا اغير لونه، اسوي مثلا بهذا اللون، مثلا انطيه الويت مالته، ازيد الويت بهذا الشكل. الستايل اقدر ايضا اغير الستايل مالته كان يكون بهذا الشكل، واقول له ابلاي. اوكي ابلاي بهذا الشكل صار النهر. او تريد تقول لا والله انا اريد النهر يكون مالتي صلد يعني الستايل مالته، فتغير اللون كذلك. يعني تقدر تتحكم بهذه الامور منها، شيء راجع لك. اوكي يعني هسه نقول له اوكي اوكي ابلاي، غيره بهذا الشكل. اوكي انا بس حابة اغير لون الكلر مال ابلاي. اوكي ابلاي صارت بهذا الشكل. هاي عندي الووتر شيد من منطقة الدراسة، وهاي عندي شنو النهر. اجي هاي الخطوة خلصت، دهنا ضفنا كل الليرات والمابات وسوينا لهم تعديل. اجي للخطوه اللي بعدها اسوي ستريم الليجمنت، يعني هذا النهر بالمناسبه اقدر اني هذا النهر اخذه وارسمه، لكن مو شيء مجدي. يعني اقدر اضغط هنا على هذا واضغط كنترول. اني شرحت لكم بالمحاضرات السابقه انه انت تقدر ترسم، لكن لازم تضغط كنترول اللي موجود بالكيبورد على الزر الايسر من الاسفل اخر شيء موجود، تضغط كنترول تمشي بالهذا وتمشي تضغط كذا وتستمر. تقول له لا كنسل، تقدر اي فعاليه. بس انا صراحه يعني اشتغل كبحث علمي، فمن المعقول انا قاعد ارسم النهر بايدي، فشنو اروح اجيبه من الجي اي اس. اوكي اللي هي هاي الشغلات العلميه المطلوبه توفرها من الجي اي، كذلك الووتر شيد من الجي اي اس. فنرجع هسه احنا شنو نسوي؟ نسوي ستريم الجمنت، يعني شنو؟ نبين مناطق، يعني مو كان ما اجيب منه واقول هنا جكشن بوينت، خل اضغط كنترول جكشن بوينت، هاي اوتلت، هاي كذا، تصير متعبه. فعليه من تروح منين تجيبها؟ هي بالجي اي اس موجوده من جبت الستريم، فشلون تفعلها؟ تروح على الووتر شيد، اكو خيار العفو بالووتر شيد، اي العفو بالووتر شيد، اكو خيار اسمه امبورت. شي تقول له؟ تقول له ستريم الجمنت. اوكي بس ستريم الجمنت هاي الموجود هي هذا والشيب فايل، يقول لك اختار لي الفايل نيم شنو تريد تسميها. تروح على الهايدرو اي دي، هاي لاحظ راح يعطيك الاوتلت مالتك، لا تغير اي شيء من ذني. امبورت انت الله، هو راح يسوي لك اياها للال اللي هم اشرهم كلهن. تقول له امبورت ستريم الجمنت. اوكي ظهر لك اياها بهذا الشكل، هذا صار فوق الريت شنو ستريم الجمنت. اروح اجيب على البروبرتيز مال تنضاف، وين القى؟ ادخل على اللاير، راح القى لاير جديد انضافت اسمها ستريم الجمنت. اغير بالاوبشنات مالتها، اول شيء النهر الرئيسي منطق اياه بيا لون، منطق اياه باللون البرتقالي، فانت غيره مثلا نسوي لان هو نهر فنسوي باللون الازرق. اوكي نجي التك الداخلي لينث مالته عالي منطق اياه، فانت سوي مثلا 1. اوكي الميجر تك لينث 14 يعني ما لها داعي هسه، المهم لينث تك هسه الميجر تك لينث ما لها داعي هذا التك لينث هسه، خلينا نسوي 2. اوكي بهذا الشكل حتى يكون منظم ومرتب. او تقدر تلغي التك اصلا ليبل، تريد ترسم الدرو التك ليبل لو تريد تلغيهن تمام. فلو هسه تقول له ابلاي، لاحظ بهذا الشكل. احد يجي يقول اني اريد الغي حتى هاي التسميات مال 2000 2000 وكذا وما ادري شنو، يعني هاي الاسماء ليش انا موجوده الستريم لينك لين، تقدر تلغيها تقول له ابلاي شال لك ياهن. من هذا الستريم اليجمنت بروبرتيز تقدر كل شيء تسوي، التك ستيشن تقدر انه تلغيهن. نعم نجي على هاي الجكشن بوينت، اقدر اغيرهن النودات احنا نسميهن درو جكشن، لاحظ الجكشن وين مرسوم، هذا النود هذا الاوت فلو، هذا جكشن نقطه تقاطع. شو يمثل لك هذا اللون الاخضر كلش نقطه تقاطع، شنو يعني؟ يعني عندما يلتقي نهرين مع بعض هاي النقطه اللي تربطهم يسموها نقطه تقاطع. لاحظ هسه هذا النهر مربوط مع هذا النهر، نهر فرعي، هاي النقطه اللي هي بها اخضر هذا الطوخ راح ابدلها. لاحظ شوف هسه راح اسوي لك اياها حتى لون مقارب، انا اختار فد لون احمر مثلا
اوكي اقول له ابلاي، لاحظ هاي النقاط، شوف هذا النهر الصغير التقى مع النهر الكبير صار جكشن بوينت، النهر الصغير التقى مع النهر الكبير جكشن بوينت، النهر الصغير مع الكبير. هاي مثلا الكوستمايز اللي هي النوت كلر والنوت كلر اوت لاين، يعني الويدث مالتها خلينا نعطيها 5، وراح نعطي ثاني مثلا اللون الاسود اللي هي الاوت لاين مالتهن، واقول له ابلاي. تمام، وهاي الدرو جكشن والويدث مالتها ايضا انا اعطيته مثلا خلي اعطيه 14، اقول له ابلاي. تمام، مثل لي اياها بهذا الشكل. هذا البلوك نوت اقدر انطيه اني مثلا خلي اسويه مثلا 7، اوكي عيني سويته 7، اقول له ابلاي. لاحظ بهذا الشكل تقدر تتحكم انت بكل البروبرتيز الخاصة بالستريم الجمنت بروبرتيز. هسه هنا ان شاء الله تكون واضحة، تقدر ذن تضيفين تقدر تلغيهن، از يو لايك، شي راجع لك. مثل ما نقول له ابلاي من هنايه، بعد ما تقول له ابلاي تقدر تختار الفونت اللي راح، اذا تريد ترسم فونت، واذا تريد تشيل الفونت حتى ما يخرب لك شكل الرسم يكون افضل صراحة. فهذا ابلاي نقول له، بعد ما نقول له ابلاي نقول له اوكي. تمام عيني، هسه لهنايه خلصنا، ما عندنا كل مشكله، اقول له اوكي. هسه انا ضفت الستريم اليجمنت لهنا، ماكو مشكله، هسه هذا موجود وانا غيرت لونه، هو بالاصل يعطيك اياه باللون البرتقالي ويعطي لك بتسميه، وعرفت شلون غيرنا. نجي هسه شو نسوي، نضيف ريزرفوار من هنا، نضيف ريزرفوار بعد ريتش وجكشن بوينت ماكو داعي نضيفين، ليش؟ لان رحنا للووتر شيد سوينا لها امبورت للستريم اليجمنت وضفنا الهايدرو اي دي، بعد خلصنا. تريد تشتغل انت شغل يدوي وتضيفهن، طبعا راح تصير شغله طويله ومو دقيقه، ضيفهن. واذا عندك متوفرات بالجي اي اس بعد، ليش انا اروح اتعب نفسي؟ هي مباشره الموجودات، والجي اي اس يكون اضبط بهواي. اجي هسه شنو اضيف؟ اضيف الريزرفوار، ريزرفوار تول، اختار الاوبشن الخاص بالريزرفوار، لاحظ تفعل، من تشوف تفعل حاضر ايدك مثل ما نقول تخليها على الكنترول، زر الكنترول بريس كنترول. اجي انا بدي اضيف صراحه عندي خزان هنا هاي منطقه الدراسه، منا اضغط كنترول واضع الاوبشن هنا، هسه ذا سيت اوت فلو لوكيشن داز نوت فورم كلوزد، والله بليز تراي اجين. بالمناسبه انا احاول كل الاخطاء تظهر لي امامكم نحلها سويه. اوكي هسه راح نبلش من هنا هذا الستريم، هسه اضغط اي. شنو يقصد؟ يقصد انه انت هاي نهايه منطقه الدراسه، شلون يعني الريزرفوار كلش بالنهايه، فانت تخليه هنا. فهسه راح اضعاني اسمي هذا حديثه ريزرفوار، حديثه ريزرفوار ار، او تقدر العفو خلي اغيره كانسل، خلي اغيره بعد، خلي ارسم من هنا الى هنا بحيرة سد خزان سد حديثه، هذا كله عباره عن خزان. فهسه اضغط عليه كليكين، من اوصل لنقطة النهاية الهاية اضغط كليكين راح تظهر لي، يقول لك سمي لنطيني اسم الريزرفوار، تنطي 1 2 تنطي اسمه الحقيقي، انا راح اسميه حديثة ريزرفوار، او حديثة لايك، او ريزرفوار حديثة، ريزرفوار حديثة حتى يتغير، ار اي اس اي ار في او اي ار لايك، هذا ريزرفوار حديثة. الديسكربشن مو ضروري، تريد تضع اي شيء ضع، اوكي لا بروبلم. اوكي لاحظ هسه كون لك اياه بهذا الشكل، تقدر ايضا تدخل على بروبرتيز مالته، مجرد ما تضغط عليه تفعل، تروح تضغط تقول له اديت تعديل، تريد تسوي له رينيم، تريد تحذفه بكيفك، يعني هاي الاوبشنات بس تضغط عليه تروح عليه كليك واحد يطلع لك هاي الاوبشنات بي. تقول له هسه اني اريد اديت للريزرفوار، راح تريد اذا تريد تسوي انت تعديلات، هو ايش قاعد عندك؟ واحد من اصل واحد، يعني انت عندك لحد الان تمثل له خزان واحد. الير ان سيرفيس يعني يا سنه دخل لي الخدمه، اني 1990، يعني في شغله ضروري تمليها. الجروب بروجكت او الاكزيستنج بروجكت، هذا دي ينطيك الستريم نيم، اسم الستريم اللي انت رسمت عليه، هو ضمن السب بيزن 29. اللوكيشن الليبل بوزيشن، تريد وين الليبل، الليبل بوزيشن تريد نخلي لك اياه بالنورث،
لو تخليه بالايست، يعني هاي الكتابة لاحظوا اللي انا هسه مخلي عليها المؤشر، تريدها فوق تبقى، تريدها بالجانب، تريدها من اي مكان، راح اقول له خلي ليها بالايست منها حتى تكون واضحة، فراح اغير اتجاهها اقول له اريدها ايست، تمام، اقول له ابلاي، لاحظ غيرت في مكان اتجاه الكتابة. اوكي، بس صراحة اكو اوبشن ممكن يغير خط الكتابة وطول الكتابة، ما اعرفه، انا بالنسبة لي ما اعرفه حتى اعترف، يعني حتى هنا ما اتوقع اكو، فاقول له اوكي. هسه هنا انت اضاف لي ريزرفوار، تقدر تضيف ريزرفوار ثاني ثالث رابع از وي لايك. هسه هنا خلصنا الريزرفوار، بعد ما خلصنا الريزرفوار لهنا تقدر تضيف بالمناسبة الريزرفوار الواحد يضيف لك كومبتيوشن بوينت، يعني نقطة حساب لكل ريزرفوار اثنين. لاحظ هسه هذا كومبتيوشن بوينت واحد، كومبتيوشن بوينت اثنين، تقدر تضيف كومبتيوشن بوينت لوحده، مثلا هسه هنا اريد اضيف اني كومبتيوشن، لازم اضغط كنترول مو تنسى، هنا اضيف يقول لي سميها، اقول له سميها مثلا كومبتيوشن يعني سي بي، لازم انطيها ثلاثة، يكون اسم ما موجود ضمن ذني او زيرو. فهسه ديفولت السلكت ديفولت اوكي، هاي شوف سواها هنا بهذا الاسم، تقدر تضيف كل الخصائص، فهاي بس حبيت اعلمك عليها. نجي هسه اخر خطوة، اخر خطوة ضمن الووتر شيد اللي هي شنو، اني لازم اسوي له كونفجريشن للووتر شيد، كونفجريشن للووتر شيد، اروح على خيار الووتر شيد اقول له كونفجريشن اديتر، تمام عيني، كونفجريشن اديتر، ورا ما تضغط على كلمة كونفجريشن اديتر تروح على كونفجريشن تقول له نيو كونفجريشن، يقول لك سمي لي كونفجريشن، اقول له ستاندرد كونفجريشن، ستاندرد هذه كونفدريشن كون جي يو ار اي جي اي العفو اي اون كونفدريشن. نرجع على التايم ستيب، اريد امشي كل خطوه واحسب لك، صراحه انا جربت سابقا الون مانث يقول لي ان كوركتد، والله خلي نجربه هسه، خلي نجربه، لو اقول له اوكي يقول ان فايلت يعني غير مقبول، زياده غير صحيحه، فهسه اجي اغير يعني هذا اللي سويتها حاليا اقدر الغيها يعني، تمام عيني، يعني ما لها داعي. فشنو اسوي هسه؟ اروح على الكونفجريشن هذا، سيف هذا الكونفجريشن، هسه بظل هنا اروح اسوي كونفجريشن جديد، اقول له اديتر الموجود حاليا، اقول له نيو كونفجريشن ديليت، ديليت كونفجريشن اللي سويتها ستاندرد، اي نعم ما اريدها، هسه لازم اسوي كونفجريشن جديد، فهسه راح اقول له نيو كونفجريشن، نيو مثلا هم اسميها، خل اسميها مثلا حديثة، حديثة كونفجريشن جي يو اي تي اي او ان، حديث كونفجريشن، فراح اختار التايم ستيب مالتي مثلا 1 day او 1 hour، صراحة بعدين اشوف ان التايم ستيب ايش قاعد يمشي. الكونفجريشن اخذته ثاني 1 hour، ويعني لحد هذه الخطوة ما اعرف شنو يقصد بيها، هل هو يقصد بيها انه التايم ستيب ايش قاعد يحتاج وقت حتى يمشي ويطلع نتائج؟ احنا ان شاء الله نشوف هسه ايش قد. هسه هنا نجي نقول له اوكي، الديسكربشن مو ضروري تملي عادي، نقول له اوكي، هسه هنا نقول له ابلاي، لاحظ تغيرت الكونفجريشن، كانت ستدي صارت هسه حديثه كونفجريشن بالاسم اللي احنا سميناه هي. بالمناسبه تقدر منها تختار التايم، تقول له يقول لك التايم اللي انت سويته بيه كذا يوم لازم يتطابق مع وقت الحاسبه الموجود، اوكي عيني، فهسه هنا نقول له اوكي، بعد ذلك نقول له ابلاي، نقول له اوكي، تمام. خلصت اول خطوه الخاصه بما بالووتر شيد وبالكونفجريشن وكيفيه انشاء الـ احنا نسميه الـ يعني ضمن الووتر شيد سيت اب. هسه ننتقل المن للخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه من ننتقل لها نروح على الووتر شيد سيت اب بعد ما كملت بكل امورها، نروح نقول له ريزرفوار نتورك، يقول لك هل تريد تسوي كونفجريشن هاز تشينج، تغيرت، سيف التشينج، قول له نعم يس. يس سيف، هسه انتقل المل للريزرفوار نتورك، هاي ان شاء الله راح نسوي فيديو وحده ونشرحها حتى انه ما يصير الفيديو كلش طويل عليكم وممل.
اذا عندكم لحد هنا، هاي بالمناسبه التفصيلات القديمه كلهن شرحناها بفيديو بكل من وحده، لكن هنا جمعناها بفيديو واحد، من التنصيب من التحميل والتنصيب الى اكمال الووتر شيد سيت اب اللي هي اول اوبشن لحد ما سوينا كونفيجريشن. تمام عيني، ان شاء الله بالفيديو الثاني راح نشرح الريزرفوار نتورك. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم الخاصة ضمن هذا الفيديو. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلون على القناة، ولا تنسون تدعمون زملائكم او تدعون زملائكم الباحثين والمهتمين بهذا المجال، وخاصة طلبة الدراسات العليا الماجستير او الدكتوراه، لان احنا صراحة هدفنا الرئيسي من هذه القناة مبدأ زكاة العلم، انه نشره حتى الجميع الاخوة يستفادون، لان صراحة شفنا على مستوى الاحتكاك بهم من العديد من الطلبة يعانون بمستوى البرمجيات والسوفت ويرات، ويعني هنالك بعض الاشخاص يطلبون من عندهم مبالغ ماليه ممكن تكون قويه، وغير الطالب غير قادر على انه يوفيها لهم حتى انه يتمكن من هاي البرامج. فاحنا ان شاء الله نوفر لكم اياها بشكل مجانا ومتوفر اونلاين على اليوتيوب. فقط اللي نريده من عندكم دعمنا بالقناه، تشتركونا بالقناه، سبسكرايب، التعليق، الكومنت، هذا كله راح يحافظ على خصوصيه البرامج ويزيد من دعمكم ان احنا نستمر بنشر هذه البرامج حاليا ومستقبلا ان شاء الله، وبتفصيل جدا ممل، وهذا الشيء راح يدعم اللغه العربيه. تلاحظون النوعيه هاي البرامج اصلا ما يعني لحد الان ما لقيت شخص يشرحهم باللغه العربيه ويدعم قطاع الوطن العربي، يعني قله، خاصه البرمجيات المتعلقه بالووتر ريسورس. فان شاء الله يكون هذا الشيء احنا يعني حاولنا انه نقدم به بصمة لكم، ونلتقيكم ان شاء الله بالفيديو القادم. اذا عندك اي سؤال او استفسار من هذا الفيديو حلقة اليوم تقدر تراسلنا على القناة او تترك لنا كومنت على هذا الفيديو، وان شاء الله احنا نجاوبك. نلتقيكم ان شاء الله بالفيديو القادم، دمتم على امان الله وحفظه.